يقول السائل: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ما هو ضابطها؟ وهل لطالب العلم أن يقدر الضرورة؟ الضرورة مثل إذا أشرف الإنسان على الهلاك وليس معه طعام، وأشرف على الهلاك ولا عنده إلا الميتة، يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته، بقدر ما يبقي. هذه ضرورة، هذا من باب الضرورة، لأنه لا حرام مع ضرورة. إذا وصلت الحالة إلى الضرورة أبيح ما كان حراما بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ثم يعود حراما كما كان في الأول. نعم.